بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، طلبة قسم هندسة تقنيات الحاسوب المرحلة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نستكمل محاضرات مادة أساسيات الهندسة الإلكترونية. إن شاء الله راح ناخذ اليوم ترانزستور جديد اللي اسمه فيد إفكت ترانزستور، أو نرمز له بـ FET. الـF هي كلمة فيلد، الحرف الأول من كلمة فيلد، والإي الحرف الأول من كلمة إفكت، والتي الحرف الأول من كلمة ترانزستور. زين، هذا النوع من الترانزستور يتكون من two types اللي هما junction field effect transistor، أو نقرأ بـ GFET، والنوع الثاني هو metal oxide semiconductor field effect ترانزستور، أو نقرأ بكلمة واحدة اللي هي MOSFET. هسه عرفنا إنه هذا الترانزستور يحتوي على نوعين اللي هما junction field effect transistor أو GFET، والنوع الثاني هو metal oxide semiconductor field effect transistor، أو نقرأ بكلمة واحدة اللي هي MOSFET. زين، خلي بالبداية نشوف الفروقات ما بين البي جي تي اللي أخذناه بالفصل الأول، والترانزستور بي جي تي، والفيلد افكت ترانزستور اللي هسه راح ناخذ. زين، بالبداية هنا نقول البي جي تي هو كنترول كارنت، يعني أتحكم بالأوتبوت بالآي كولكتر، لأن الآي كولكتر هي الآي أوتبوت، أتحكم بها من خلال الكرنت اللي هو الآي بيس أو البيس كرنت. ليش؟ يعني احنا قلنا الاي كولكتر راح يساوي بيتا اي بيس، فيتحكم بالاي كولكتر من خلال الاي بيس. بينما هنا بالفيلد افكت ترانزستور راح يكون كنترول فولتج، يعني اتحكم بالاوتبوت بالاي درين. هنا كان اسمه اي كولكتر، هنا راح يصير اسمه اي درين او درين كرنت. راح اتحكم بهذا الاي درين من خلال الفولتج اللي ما بين الجيت ارمز لها بجي والسورس اللي ارمز لها باس. راح بعدين نتعرف على الفيلد افكت ترانزستور وعلى كل طرف من هاي الاطراف اسمهم والرمز مالتهم، بس هنا اريد نعرف انه احنا هنا بالفيلد افكت ترانزستور راح اتحكم بالاي اوتبوت او الاي درين بكميه، يعني الكرنت الطالع من خلال الفولتج ما بين الجي والاس او الجيت والسورس، يعني راح نتحكم من خلال الفي جي اس. زين، هسه هاي الفروقات هي مو مهمه، يعني واذا احنا هنا الكنترول كان عن طريق الكرنت بالفي جي تي، وهنا الكنترول صار عن طريق الفولتج بالفت. شنو يعني انا صممت ترانزستور ثاني على مود بس الكنترول؟ يعني ما سويت اي شيء؟ لا، هم اصلا صمموا ترانزستور ثاني على مود الحجم. احنا قلنا في بدايه المحاضرات الترانزستور قلنا المايكرو بروسيسور يحتوي بداخله على ملايين من الترانزستورات، وكل الجيتس تحتوي على داخلها على ملايين او الاف من الترانزستورات. فاكيد انتم بينكم بين نفسكم شايفين الترانزستور البي جي تي، شايفين حجمه، حجمه كبير، يعني ما نقدر نخلي عشرات داخل المايكرو بروسيسور من الترانزستور النوع بي جي تي. ولذلك صمموا ترانزستور ثاني يسموه الـ FET او الفيت. هذا الترانزستور الحجم مالته صغير جدا، نقدر نخلي ملايين من الترانزستورات اللي نوعها الفيت داخل الجيتس او الاي سيات او المايكرو بروسيسورز. فحجم الفت هو نانو متر، نانو هو سالب 10^9، بينما البي جي تي هو ملي متر، يعني 10^3. فراح نشوف انه حجم الفت صغير جدا جدا بالنسبة للبي جي تي، ولذلك نقدر نستخدمه داخل الانتجريتد سيركتس وداخل المايكرو بروسيسورز وجميع الجيتس اللي نريد نعملها. زين،
كذلك من أهمية الفت اللي خلاهم يصمموه، يعني صمموا ترانزستور ثاني اللي هو الطاقة المستهلكة الباور ديسيبيشن راح تكون صغيرة جدا بالنسبة لمن للبي جي تي، يعني الطاقة المستهلكة في الفت راح تكون أو الباور ديسيبيشن راح تكون صغيرة جدا بالنسبة للبي جي تي. زين، في البداية راح ناخذ الجي انجكشن فيلد افكت ترانزستور، يعني ما راح ناخذ الموسفت، راح نبدي بالفيلد بالجكشن فيلد افكت ترانزستور. فالجكشن فيلد افكت ترانزستور الشكل مالته هذا الشكل، هاي الشكل الخاص بالجكشن فيلد افكت ترانزستور. خلي اعمل له قص ونشرحها بالبينت. زين، هسه هذا اللي قلنا الشكل الخاص بالجنكشن فيلد افكت ترانزستور. زين، الجنكشن فيلد افكت ترانزستور يحتوي على نوعين اللي هم ان شانل و بي شانل. شلون نعرف هذا النوع ان شانل لو بي شانل؟ من خلال احنا هنا هاي الشانل، هاي الشانل، هاي اذا كانت نوعها ان اذا هذا نوع ان شانل، اذا كانت بي اذا هذا نوعها بي شانل. فين باوع على هاي الشانل هنا؟ شوفها ان تايب، اذا هاي الجنكشن فيلد افكت ترانزستور هذا نوعه ان شانل. اذا كان بي تايب اذا هذا الجنكشن فيلد افكت ترانزستور نوعه بي شانل. زين، يتكون الجنكشن فيلد افكت ترانزستور بنوعيه الان شانل والبي شانل من الدرين والجيت، طبعا الدرين نرمز لها دي والجيت نرمز لها جي، ويتكون من السورس اللي نرمز له اس. زين، الدرين والسورس راح يكونون مربوطين من خلال الشانل. اذا كانت هاي الشانل مبنيه من خلال الان تايب اذا راح تكون نوع هاي الشانل ان شانل، اذا كانت هذه الشانل مصممه من البي تايب اذا راح تكون هاي الشانل بي شانل. زين، اما الجيت، اما الجيت هنا فراح يكون متكون من البي تايب، فإذا كانت هاي الشانل مصممة من الـ N تايب إذا راح تكون هاي الجيت مصممة من الـ P تايب، والعكس صحيح، إذا كانت هاي الشانل مصممة من الـ P تايب، هاي الشانل أقصد، إذا هاي الجيت راح تكون مصممة من الـ N تايب. طبعا هنا أنا ملاحظة مهمة جدا جدا، إنه هاي الجيت، هاي الجيت راح تكون مربوطة سوا، هاي هنا وهذا هنا راح يكون مربوطين سوا، يعني كأنما عندي اسطوانة دائرية هيجي، هاي الاسطوانة داير مدايرها، داير مدايرها هو بي تايب، هذا بي تايب وماخذيها المن للجيت للجي، والبقية هو الشانل اللي راح تمر منه. إن شاء الله تكون مفهومة، اللي هو هذا الـ N-Type اللي مربوط بمن؟ بالـ D بالدرين وبالـ Source الـ S. فاللي أريد أوضحه إنه هنا هاي الـ Gate هذين الاثنين هم مربوطين بمن؟ مربوطين سوية وماخذيهم إمن للشانل. فهنا عندي في الجكشن فيلد افكت ترانزستور فقط تو لايرز اللي هم منو؟ الان تايب والبي تايب. ليش؟ لان يعني هاي البي تايب هذول مربوطين سويا. زين، انا عندي ان تايب قلنا وبي تايب،
زين من اخلي احنا اخذنا بالدايود من اخلي ان تايب مع بي تايب سوا راح عدد من الالكترونات تغادر الان تايب باتجاه منه باتجاه البي تايب تارك وراها ايونات موجبه وهاي الالكترونات الغادره الان تايب راح تندمج مع هوز وتكون ايونات سالبه فراح تتكون عندي هنا ديبليشن ريجون بدون ما اخلي اي شيء من خلال فقط الحراره يعني ما اطبق فولتج معينه بس اقرب او ادمج سوى الان تايب مع البي تايب قلنا في الدايود من اقرب ان تايب مع البي تايب راح عدد من الالكترونات القريبه الموجوده داخل الان تايب راح تغادر باتجاه البي تايب تارك وراها ايونات موجبه زين وهاي الالكترونات اللي غادرت الان تايب باتجاه البي تايب راح تندمج مع الهولز القريبه مكونه ايونات سالبه فراح تتكون هنا عندي ديبليشن ريجن فنفس الشيء هنا فهاي الديبليشن ريجن هاي بالرصاصي تكون نتيجه دمج الان تايب مع البي تايب فهسه من خلال هذا الشكل امامكم الخاص بالجنكشن فيت افكت ترانزستور او الجي فيت عرفنا انه هو راح يتكون من تو لايرز الان تايب والبي تايب ليش لان البي تايب هنا بي تايب هم مدموجين سوية ومربوطين بي ام ان بالجيت بينما الشانل اللي هنا نوعها ان تايب ليش؟ لأن هي متكونة أو مصممة من الان تايب راح تكون مربوطة بالدرين نرمز له بدي والسورس نرمز له بأس زين من أدمج ان تايب مع بي تايب راح تتكون عندي ديبليشن ريجون فهنا تكونت عندي ديبليشن ريجون بين الان تايب والبي تايب زين خلي نطبق جهد على هذا الترانزستور على مود نشوف ايش راح يحصل بالديبليشن ريجن زين راح اطبق جهد اسميه VDD طبعا هذا الجهد متغير يعني كل ساعة اغير القيمة مال الفولتية مالته وحتى شنو وظيفة هذا الفولتية اللي سميناها VDD وظيفتها انه اريد تحفز دي الالكترونات الموجودة بالشانل هنا هي الشانل ان تايب فاريد تحفز لي هاي الالكترونات على مود تمر من خلال السلك زين فاذا خليتها هسه طبعا هي الالكترونات راح تمر بهذا الاتجاه بس انا اخذ احنا متفقين ناخذ اتجاه الهولز فراح يكون اتجاه التيار الاي دي بهذا الاتجاه ليش ينعكس اتجاه الالكترونات لان احنا متفقين ناخذ اتجاه الهولز وكذلك اخلي شورت سيركت ما بين الجيت والسورس بهذا الشكل يعني هذا اخليه شورت سيركت يعني الفولتية هنا ال VGS راح تكون صفر ليش لان هي ماكو فولتية سويتها شورت سيركت زين من اخلي هنا بال VDD فد قيمة معينة او فولتية معينة ايش راح يسوي لي راح يحفز لي قلنا الالكترونات على مود تطلع واحنا قلنا راح ناخذ حركة الهولز فراح الاي درين راح يكون اتجاهه بهذا الشكل زين هذا ايش راح يؤدي لي؟ راح يؤدي لي الى انه الديبليشن ريجن راح تزداد. زين، ليش من طبقت هذا الجهد زود لي الديبليشن ريجن؟ ليش؟ لان هنا أنا عندي الدرين والجيت صار ريفيرس بايسنج. ليش ريفيرس بايسنج؟ لان الان الدرين مربوط بالان. الان راح تكون مربوطه بمن؟ بالموجب يعني سالب موجب. الان سالب والمربوطة بمصدر الفولتية الموجب الطرف الموجب اما الجيت اللي هو راح يكون مربوط بالبي تايب
راح يكون مربوط بمن؟ بالسالب. فهنا البي تايب اللي هو موجب مربوط بالسالب. فبما انه السالب مربوط بطرف الفولتيه الموجب والبي الموجب مربوط بطرف الفولتيه السالب، اذا ريفرس بايسنج. اذا ريفرس بايسنج، وبما انه ربطت هذا الطرف ريفرس بايسنج، اذا راح تزداد الديبليشن ريجن. هسه عرفنا ليش الديبليشن ريجن ازداد. زين، الزياده هنا مو منتظمه، راح نلاحظ من هنا كانت زيادة أعلى من الزيادة اللي بالأسفل. راح نلاحظ أن الزيادة بالأعلى هي أعلى من اللي بالأسفل. ليش؟ شنو السبب؟ سببها أنه هاي اللاير، هاي الشانل اللي هي متكونة من الأنتايب، هي راح تكون resistivity layer. شنو يعني resistivity layer؟ يعني معناها خلي أمثلها بهذا الشكل، هي عبارة عن مجموعة من المقاومات. زين؟ فهنا إذا دخلنا مثلا 2 فولت، ربطنا هنا 2 فولت، فراح تدفع تيار بكميه معينه. زين، هذا التيار راح يقابله او يقاومه، هاي الريزستور تقاومه هاي الريزستور، فالفولتيه راح تكون 1.5 فولت، تفقت 1.5 فولت من ال 2 فولت. زين، وراح كذلك يمر التيار بها المقاومه الثانيه، فراح الفولتيه تكون 1 فولت، وراح التيار كذلك يمر بالمقاومة الثالثة، فراح تكون الفولتية 1.5 وإلى أن يصير 0 فولت، ويمر التيار مرة ثانية. زين، شو نلاحظ من هذا؟ نلاحظ أنه الفولتية بالأعلى راح تكون أكبر من الفولتية بالأسفل، وإذا الفولتية بالأعلى راح تكون أكبر من الفولتية بالأسفل، هذا راح يؤدي إلى زيادة الريفيرس بايسنج اللي بين الدرين والجيت. ومن تزداد الريفرس بايسنج في الاعلى، فراح تزداد الديبليشن ريجن. يعني قلنا احنا كل ما نكبر الريفرس بايسنج كل ما تكبر الديبليشن ريجن، ولهذا نلاحظ انه الديبليشن ريجن في الاعلى هي اكبر من الاسفل. ليش قلنا؟ يعني الفولتيه في الاعلى هي اكبر، الفولتيه اللي تكون في الريفرس بايسنج في الاعلى هي اكبر من الفولتيه اللي تكون في الريفرس بايسنج في الاسفل. هنا الفولتيه كانت هنا 1.5 صارت 0.5 نص. فبما انه الفولتيه اللي تكون بالريفرس بايسنج كبيره في الاعلى، اذا راح تكون الديبليشن ريجون كبيره في الاعلى عنها في الاسفل. زين، خلي هنا فولتيه نطبق جهد ما بين الجيت والسورس ونشوف شنو راح يحصل. طبعا هنا الجهد لازم يكون في الريفرس بايسنج، لازم شرط على مود الشغل هذا الترانزستور كامبليفاير، لازم نخلي هنا الجهد بالريفرس بايسنج. فخلي هنا نطبق جهد بالريفرس بايسنج ونشوف شنو راح يحصل. فإذا هنا طبقنا جهد بالريفرس بايسنج، شو نعرف بالريفرس بايسنج؟ إنه السالب مربوط بالبي تايب مربوط بالموجب، والموجب مربوط بمن؟ بالان تايب مربوط بالسالب. إذا موجب وسالب، سالب وموجب، إذا ريفرس بايسنج. فبما إنه السالب هنا مربوط بالبي تايب والموجب مربوط بالان تايب، إذا هذا الربط الصحيح هو ريفرس بايسنج. وكذلك لازم هنا الجهد يكون أكبر من الصفر على مود يشتغل الترانزستور. شو يفيدني هذا الجهد؟ قلنا هذا الجهد شو يفيدني؟ على مود يحفز الإلكترونات تمر خلال السلك. زين، هنا بالبداية احنا تذكرون قلنا انه هذا الترانزستور الفيد هو كنترول فولتج. يعني شنو كنترول فولتج؟ يعني من خلال هاي الفولتيه ريفرس بايسنج اقدر اتحكم بعدد الالكترونات الماره خلال الشانل. فكل ما زودت الفي، هنا أنا هاي اسميها في جي جي، فكل ما زودت الفي جي جي راح تزداد عندي الديبليشن ريجن. ومن تزداد عند الديبليشن ريجن راح تقل عدد الالكترونات الماره خلال السلك. فمن خلال
هاي الفولتية اللي تكون بالريفرس بايسنج أقدر أتحكم بعدد الإلكترونات المارة خلال هاي الشانل. زين، ولهذا قلنا بداية المحاضرة إنه هذا الترانزستور هو كنترول فولتج. زين، هسه عرفنا شو معنى كنترول فولتج، معناها انه من خلال هاي الفولتي اللي تكون بالريفرس بايسنج اقدر اتحكم بالاي اوتبوت او نسميه الاي درين. زين، هسه خلينا نشرح الاي في كاركترستيك كيرف. بالنسبه للان شانل جنكشن فيد افكت ترانزستور كاركترستيكس، زين خلي امسح هذا. زين، بالاي في اوتبوت كاركترستيك كيف راح ناخذ الاي اوتبوت اللي هي الاي درين، وراح ناخذ الفي اوتبوت اللي هي الفي دي اس. الفي دي اس هاي فولتية الاوتبوت. زين، وبالبدايه اخلي الفي جي اس شورت سيركت يعني يساوي صفر، يعني اوخر هاي الفولتية بهذا الشكل، فهنا راح يساوي الفولتية صفر بين شورت سيركت. راح شو نلاحظ؟ نلاحظ كل ما ازود من هاي الفولتية راح تزداد شنو؟ عدد الالكترونات المارة خلال الشانل. كل ما ازود هاي الفولتية كل ما ازداد عدد الالكترونات المارة خلال الشانل. فهذا اللي راح نلاحظه بالكيرف هذا الاول. هذا الكيرف راح نلاحظ انه كل ما ازود ال VDS راح تزداد عندي الفولتية بهذا الاتجاه، راح يزداد عندي التيار بهذا الاتجاه بهذا الشكل. ازود ال VDS يزداد عندي الايدرين، ازود ال VDS يزداد عندي الايدرين، الى ان اوصل الى قيمة راح يثبت عندي التيار عند قيمة نسميها ال IDSS. ليش ثبت عندي التيار؟ على الرغم انه اني بقيت ازود بمن؟ بالفولتية. يثبت عندي التيار لان كل الالكترونات الموجودة خلال الشانل هي مرت. بعد اني كل ما ازود الفولتيه كل ما هو اصلا عدد الالكترونات عدد محدد، يعني مو عدد لا نهائي بحيث من ازود يزداد التيار، لا عدد محدد. هذا العدد المحدد كل مر خلال السلك، فكل ما بقيت ازود بالفولتيه هو نفس عدد الالكترونات راح يمر. ولذلك هنا نلاحظ انه ثبت عندي التيار. زين، من اخلي هنا الفولتيه 1 فولت، يعني 1 فولت يعني سالب 1. ليش؟ لان هو ريفرس بايسنج مربوط بالعكس، هاي الفولتيه مربوطه بالعكس فهي سالب 1. من اخليها سالب 1 راح عندي كذلك من ازود هنا ال في دي اس راح تزداد عندي التيار، يزداد عندي التيار، ولكن هنا راح التيار يثبت عندي عند قيمه اصغر من القيمة الأولى اللي كان بها ال VGS يساوي 0 فولت. ليش؟ طبعا تقدر توقف الفيديو وتستنتج الإجابة. زين، الإجابة هي أنه أني هنا من خليت سالب 1 أو خليت 1 فولت زادت عندي ال depletion region. يعني أنا من خليت هنا فولتية بالريفرس بايسنج راح شنو أسوي؟ راح أزود ال depletion region، فراح اقلل هاي القناة. هاي القناة راح تقل حجمها. ليش؟ لان زودت الدبليشن ريجن. زين، فثبت التيار
عند قيمة أقل من القيمة الأولى اللي كان بها 0 فولت الـ VGS. زين، إذا خليت سالب واحد راح تزداد الـ depletion region بعد أكثر، وبالتالي راح تقل عدد الإلكترونات المارة خلال السلك، وبالتالي راح يثبت عند قيمة معينة. زين، هاي القيمة اللي راح يثبت عندها التيار نسميها الـ pinch off value، نسميها الـ VB أو الـ pinch off value. زين، هاي المنطقة هاي اللي راح أرسمها اللي بنفس الوقت تتغير بها الفولتية والتيار، هاي المنطقة تستخدم بالمقاومات المتغيرة، يعني نستخدم بها الترانزستور يصنع المقاومات المتغيرة. ليش؟ لأن هنا راح نلاحظ أن الفولتية كل ما أغيرها كل ما راح يتغير التيار، وبالتالي راح تتغير المقاومة، ولذلك نسمي هاي المنطقة أوميك ريجون، وهاي المنطقة راح نسميها ساتوريشن ريجون اللي راح أطبق بها قوانين ترانزستور. هاي المنطقة، أما هاي المنطقة هاي المنطقة نسميها كت اوف ريجون. شو وقت هاي المنطقة تحدث؟ عندما يكون ال VDS يساوي صفر، فهنا ما راح يمر التيار، ما راح يمر التيار في الشانل. زين، بالنسبة لل بي تايب هو نفس العملية، فقط نعكس مصدر الفولتية هنا ونعكس مصدر الفولتية هنا. ليش هنا نعكس مصدر الفولتية على مود يكون ريفيرس بايسنج؟ لأن قلنا دائما هاي الفولتية لازم تكون ريفيرس بايسنج، وهنا نعكس مصدر الفولتية على مود يمر التيار بهذا الشكل. زين، فهنا البي تايب راح يكون موجود بداخل هولز، فهنا يمر التيار بهذا الشكل باتجاه الهولز. نعم، بهذا الشكل راح يمر التيار. زين، فكل اللي نسويه في البي شانل ديفايس هو نعكس مصادر الفولتيه. زين، اما بالنسبه للاي في اوتبوت كاركترستيك كيرف راح يكون بهذا الشكل. هنا الفي دي اس، الفي دي اس راح تكون سالبه. ليش؟ لان عكسنا مصدر الفولتيه. الفي دي اس الموجب مالتها فوق والسالب لي جوا، وهذا مصدر الفولتية الموجب مالته جوا، هذا الموجب مالته الكبير هو الموجب، والسالب مالتها فوق، هاي الصغيرة هي السالب. هذا يعني انه الفولتية معكوسة، ولذلك هنا بالـ VDS راح تكون القيم هنا سالبة. عرفنا ليش؟ زين، يعني الحقيقة المفروض يكون شكل الـ IV Output Characteristic كيف بهذا الشكل، بهذا الشكل، هنا السالب وهنا الكيرفات. هنا نفس الحكي راح يكون نفسه، انه من اكبر قيمة الـ VDS راح تزداد عندي التيار، ويتوقف او يثبت عند التيار معين سميناه IDSS. زين، وهاي القيمة اللي ثبت عندها التيار نسميها ال VP أو pinch off value. فهنا إذا ال IDSS يساوي 6، إذا ال VP راح تساوي كذلك 6، نعم تقريبا 6. أنا قايل إذا الـ IDSS تساوي 6 ملي أمبير، إذا الـ VB راح تساوي 6 فولت. هنا عندنا السامبل مال الـ GFET أو Junction Field Effect Transistor. بالنسبة للـ N-Type هو هذا الشكل A اللي يكون السهم داخل، نعم بالجيت السهم للداخل. اما للبي تايب راح يكون السهم خارج بهذا الشكل. زين طلاب، هذا الان تايب والبي بي تايب. فراح في الدوائر، في الدوائر اللي راح ناخذ بها مسائل، راح يكون شكل او سامبل الترانزستورز الان شانل راح يكون بهذا الشكل اللي هو شكل A، و
البي شانل راح تكون بهذا الشكل. فمهم جدا نعرف او نحفظ شكل السامبل مال الانت شانل والبي شانل. انا مود من يجي بالمسائل نعرف نميز بينهم. هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، الى اللقاء.